وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بداية، هنالك أنباء عن تعزيزات عسكرية روسية للنظام في سوريا، كيف تقرؤون هذا في ظل حديث عن اقتراب معركة إدلب؟ حقيقة الأمر يعني معركة إدلب لا شك هي يعني مطروحة على طرح قوي واحتمالات حدوثها بين يوم وآخر، إلا أن أتصور ليس يعني في هذه الأيام، لأنه بعد في السابع من أيلول، أي من هذا من شهر أيلول سبتمبر، سيتم عقد اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا لمباحثات مستفيضة وعميقة بشأن حل الملف الإدلبي. فلذلك الأمور ليست واضحة، والأمور بل حصلت أمور مستغربة، كما أن هناك حشود روسية على إدلب بالتعاون مع النظام السوري. رأينا نحن الأسبوع الماضي عندما انسحبت قوات اللواء 47 الموجودة في الريف الحموي باتجاه جنوب حماة وليس شمال حماة بإدلب. أيضا انسحاب الطائرات السورية كافة من مطار حماة العسكري أيضا باتجاه حمص ودمشق وليس باتجاه إدلب، علما أن منطق الحرب يجب أن يكون أن تكون هذه التنقلات باتجاه إدلب. لا أدري إن كان هناك رسما لخطوط جديدة حدودية جديدة بين مناطق المعارضة السورية والنظام، ربما تكون هناك أعمال أخرى تقلب الطاولة على كل الطروحات السابقة. التعزيزات الروسية تمثلت في صواريخ من نوع تور أم 2، هل يمكن ربط ذلك بالتهديدات الغربية للنظام في حال استخدام السلاح الكيماوي؟ وهل يفهم أيضا عزم النظام على استخدام هذا النوع من الأسلحة؟ الحقيقة كلنا يعلم يعني بالقضايا الاستراتيجية هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص هي الحاضرة في الملف السوري. أما روسيا وإيران والنظام السوري وغيرهم أيضا الحقيقة يعني يعملون تحت هذه المظلة. لا تستطيع روسيا إطلاقا أن تقوم بأعمال صدامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا تم حرب عالمية وهذا مستبعد. ولكن التحركات العسكرية فيها هوبرة إعلامية، فيها تخويف، هي رسائل تخويف أكثر منها رسائل عملية. لا أظن ولا أعتقد نهائيا أن تقوم روسيا في حال قام التحالف الدولي بضرب مواقع النظام أن يرد عسكريا، وهذا ما رأيناه عندما قامت إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية أن ضربت مطار الشعيرات، وإسرائيل عندما ضربت أكثر من موقع، بل كان الروس الحقيقة يخلون مواقعهم قريبا أو يبتعدون شيئا عن مواقع النظام، والإسرائيليون ينفذون الهجمات. فما أظن أن روسيا ستقوم بأي عمل عسكري لصالح النظام السوري إلا ضد الشعب السوري فقط. هل تعتقدون أن قصف النظام اليوم لبلدة بدامة بريف إدلب بالفوسفور مقدمة لمجزرة كيماوية جديدة تنتظر محافظة إدلب؟ لا شك النظام كل الأعمال الإجرامية هذا هو سلوك أساسي من سلوكات النظام، والنظام حقيقة على الأرض لا يستطيع أن يحقق تقدم لولا العمليات المصالحة والخيانات الموجودة هنا وهناك، وإلا لا يستطيع. لذلك نجد أنه في درعا حقيقة ما تمكن دخول درعا إلا عبر المصالحات والاختراقات الداخلية والفتن البينية. في إدلب ربما هذه الناحية التي حصلت في منطقة درعا لا تكون موجودة، وبالتالي النظام لا يمتلك على الأرض قوة كافية للقتال مع 100,000 مقاتل في ريف في إدلب وريفها، وطبعا امتدادات إدلب هي إلى ريف حماة وكذلك إلى جبل التركمان. النظام لا أظن أنه لوحده إطلاقا، ولا حتى روسيا معه إن لم يكن هناك قوات برية من دخول إدلب، لكن يستطيعون فعل دمار وقتل وعمل مجازر، وهذا سلوكهم، إلا لا سمح الله إن استطاعوا عمل اختراقات من خلال المصالحات أو الخيانات إذا صح التعبير هنا وهناك. كان معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل، شكرا جزيلا لك.